السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناه شهيوات وصفات ام هبه. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم وصفه زوينه ورائعه كتنقي لنا البشره ديالنا، كتخلي لنا البشره ديالنا بيضاء وكتخلي لنا البشره ديالنا نقيه. وصفه رائعه وزوينه وكتعطي نتيجه مضمونه. نحتاج انا عندي هنايا معلقه كبيره ديال النشا، ربع كاس ديال الماء، ونحتاج لها عندي هنايا 3 ديال المعالق ديال الماء الورد. هاد الوصفه كنشدوها كنديرها في كاسروله، كنخلطوا كلشي المكونات، كنديرهم فوق النار، كنخليهم ثواني وكنحيدهم فوق النار، كتولي بحال الكريمه. انا غنصايبها ونعاود نرجع. هذه الوصفه ديالنا بعد ما طفينا عليها كتولي بحال الكريم بهذه الطريقه، ولكن خاصكم ضروري تبقوا حاضينه وتحركوا، تبقوا حاضينه مزيان وكتحرك باش ما تلصقش لكم من تحت وتحرق، تبقاو رادين ليها البال بحال هكايا. على هاد الطريقه تكون بحال الكريم. طريقه الاستعمال، كنغسل الوجه ديالنا مزيان، كنشفو، كنحطو عليه هاد الوصفه، كنخلوها لمده ربع ساعه او 20 دقيقه. من بعد كنغسل الوجه ديالنا بالماء الدافي وكنعاودوه بالماء البارد. من بعد ما كنغسل الوجه ديالنا كنشفوه مزيان، كناخذوا الثلج كندوروا على الوجه ديالنا كامل. ان شاء الله غتبان لكم النتيجه وغتعجبكم، كتعطي نتيجه مزيانه ومجربه ومضمونه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه، اللي باقي ما مشتركش وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.